بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السادة العلماء الأفاضل، السادة الفقهاء الأماثل، السادة الفقراء، أيها الجمع الطيب والمبارك الكريم، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم جميعا في هذا اللقاء العلمي حول العلامة الفقيه سيدي محمد المختار السوسي، هذا اللقاء الذي يدخل ضمن الأعمال الهادفة التي تستمد جمعية الوفاء لبناء ورعاية متحف العلامة سيدي محمد المختار السوسي، منطلقاتها ومبادئها وأهدافها وتطلعاتها من هذا المشروع. سادتي الأفاضل، أشرف ما في الإنسان فكره، وقائد الأفكار أعظم من قائد الجيوش، وسر الأمم في رجالها المفكرين الذي وهبوا من بعد الفهم وقرارة العلم وصفاء الجنان ما هيأ لهم خدمة أوطانهم في حرارة إيمان، وجعلهم ممثليها ينطقون بآلامها وآمالها، ويوقفون جهودهم عليها، ويستنزفون أعمارهم في خدمتها. والمفكرون العظماء هم الذين لا يموتون بفقد أشخاصهم وغياب أشخاصهم وغيابهم عنا وبمواراتهم لباطن الأرض، لأنهم ليسوا كعامة الناس الذين إذا ماتوا انسدل الستار دونهم والأحياء إلى الأبد، أو كالذين إذا ماتوا لم يعرفوا، بل هم أحياء في عرف الناس. والعظيم إذا استوفى أجله في هذه الدنيا فإنما تجرد فقط من معاني الفناء، فناء الطين وفناء المادة، وانتقل إلى حياة أخرى أشد توهجا وأسمى معنى وأبقى حقيقة وأبعد حقيقة. أليس سيدي الحاج علي الدرقاوي وغيره من المشايخ، وسيدي شعيب الدكالي، وسيدي عبد الله قنون وغيرهم من العلماء، أليس هؤلاء وأضرابهم أحياء خالدين، وإنهم في قبورهم أجدى على أمتهم وأنفع لهم وأكثر نفعا بكثير من بعض الأحياء؟ وأي معنى لمعنى المرء إذا لم تكن له رسالة تؤدى وتاريخ يضمن له الخلود؟ ولله ذر القائل، دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثوان، فارفع لنفسك بعد موتك ذكرها، فالذكر للإنسان عمر ثاني. ومن صفحات العلامة سيدي محمد المختار السوسي التي تنشر بعد موته هذا اللقاء العلمي الذي يقام الآن بهذا البلد للغي السوسي، تكريما له واعترافا بفضله على الأمة المغربية وعلى الأمة العربية والإسلامية. وما هؤلاء السادة الأفاضل الوافدين من مختلف الأصقاع إلا دليل علمي وعملي على أن الراحل العظيم لم يكن سوسيا إلا بحكم الولادة والنشأة. أما جهاده الفكري والقلمي واللساني فقد تجاوز به حدود سوس والمغرب، وجعل كل بلد عربي وإسلامي بلده ووطنه. وإنما كان الراحل كذلك، لأنه لم يعش لنفسه ولا للمغرب فقط، وإنما عاش للأمة العربية والإسلامية، يواكب قضاياها المختلفة بالكلمة الصريحة الصادقة. شاغله أن يرتفع نداء الإسلام عاليا، وأن يعيد لأمة القرآن مجدها وعظمتها. سادة الأفاضل، إن الذي يعيش لنفسه فقط لا يذكر بعد موته، لأنه أناني فردي يموت ولا يكون له في النفوس بعد موته ذكر واعتبار، عكس الذي يعيش لغيره فهو خالد في ذاكرتنا، لأننا ننتفع به في حياتنا، وعندما يفارقنا نذكره ونذكر منافعه ونشعر بفراغ يتركه في حياتنا العلمية. وأما الذي يعيش لوطنه فقط ويبقى لوطنه بعد موته، فهو يبقى مثار تقديره وتمجيده وقدوة صالحة لأبنائه يترسمون خطاه. أما من عاش للأمة الإسلامية جمعاء كالعلامة المحتفى به، فإنه بعد موته يصبح عنوانا كبيرا من عناوين هذه الأمة، يذكر أبناءها بما ينبغي أن يكونوا عليه في حياتهم،
ويكون لهم على الدوام كاللواء يجتمعون أمدهم حوله، وكالحكمة يسترشدون بهداها ورشدها، وكالحاج للركب يدفع بهم إلى الأمام في قافلة الحياة، وكالرمز يرجعون إلى مدلوله في كل أمر حازم، وكالإمام يقتدون به. تلك مكانة الراحل على مسجد محمد المختار السوسي في قلب الأمة بعد وفاته، وهي مكانة كل من عاش للأمة مجاهدا ومربيا ومصلحا وبانيا وهاديا. واقتناعا من جمعية الوفاء بوجوب ارتفاع الخلف إلى مستوى السلف ليسترسل البذل والعطاء، وتتواصل الحلقات الذهبية في سلسلة الأمجاد، ويبقى معين المكارم والمفاخر ثرا لا ينقطع أبدا، لا تنقطع مادته ولا يتوقف مدده، وإيمانا بضرورة ربط الحاضر بالماضي لرفع المعنويات وبث الآمال وبعث التفاؤل وشحذ الهمم وتقوية العزائم، وإدراكا لأهمية ما يبذله السلف الميامين من جهود سخية مشكورة، وما قدموه من تضحيات جسيمة مبرورة في سبيل التكوين والتجديد والتقويم والتهذيب، وفاء بالعهد وردا لبعض الجميل، وإيقاظا للضمير، وإحياء للوجدان، وصقلا للقرائح. من هذه المنطلقات تنظم جمعية الوفاء هذا اللقاء العلمي التواصلي في دورته الثالثة، والتي اختارت لها موضوع الفكر التربوي بين العلامة سيدي محمد المختار السوسي ووالده الشيخ سيدي الحاج علي الدرقاوي، لتسليط الضوء على جانب آخر من جوانب شخصية هذا العالم المحتفى به، هذا العالم الذي عاش حياة عامرة بجلائل الأعمال، جنديا في ساحة الفكر والدعوة والقلم، يناضل في سبيل استقلال وطنه الحبيب سياسيا وفكريا وثقافيا وحضاريا، وارتقى بذلك إلى مصاف مفكري الأمة، يقف بقامته الشامخة واحدا إلى جانب أفداد المفكرين ونبغاء العاملين من أجل الوطن والدين، وذلك مقام لا يدركه إلا من حباه الله بخصاله من حباه الله عز وجل بخصال فريدة، وخصه بسجايا مجيدة، وكتب له الغرور في ساحة العلم من موقع الوطنية والثقافة والفكر والتاريخ والدعوة الإسلامية. ولعل التفوق الباهر الذي أبان عنه الراحل سيدي محمد المختار السوسي مرجعه إلى فهمه لوظيفة الرجل المفكر ورسالة الأمة ومسؤولية العالم العارف للواجبات والمقدر للتبعات، فلم يكن رحمه الله ممن يأخذون العلم على أنه مزية وتشريف ووسيلة للمباهاة والافتخار، ولكنه كان يتعاطى العلم ويتعامل معه من منطلق الوعي بثقل المسؤولية وخطورة الدور الذي ينهض به رجل الفكر الإسلامي والمواطن الغيور على وطنه. فترتب عن ذلك أن تجند لخوض غمار المعركتين الفكرية والوطنية، فكان وهو يناهض الاستعمار والمستعمرين يشتغل بالفكر والتربية ويعتني بالناشئة ويدرس ويؤلف، يضع أمامه رسالة العالم المسؤول أمام الله عن تبليغ ما علمه من حقائق الدين، وما استرعاه العرش الملكي من شؤون الرعايا، وما استودعه من أمور العباد وما اؤتمن عليه من واجب الصدع بكلمة الحق، الأمر الذي جعل عمله مترابط الحلقات يتمم بعضه بعضا، ويصب كله في جعفر متدفق لا يقف له جريان ولا ينضب له معين. ولا يسع الجمعية بهذه المناسبة إلا أن تتقدم بجزيل الشكر وعظيم الامتنان وصادق العرفان إلى كل الذين ساهموا في تنظيم هذا اللقاء العلمي والفكري الجاد والهادف، وإلى السادة الأساتذة والباحثين والفقهاء والطلبة الذين لبوا الدعوة، والضيوف الكرام الذين شرفونا بحضورهم، وإلى كافة السادة الحاضرين كلا بصفته ومقامه. وكل عبارات المودة والتقدير نخص بها المساهمين من قريب وبعيد في إنجاح هذا العمل العلمي، وجعلنا اليوم نجتمع في هذه اللحظة العلمية التاريخية، وأذكر من ذلك مؤسسة الطاهر للأعمال الاجتماعية التي نظمت المؤسسة هذا اللقاء بتعاون معها وبشراكة معها. ولا يفوتنا في هذه اللحظات السعيدة أن أنوه أعظم تنويه للسادة فقراء ومريدي الزاوية الدرقاوية الذين ما فاتئوا في كل المحافل يثلجون الصدور ويقرون العيون بجدهم المتواصل وعلمهم النافع وصيتهم الحسن الذائع
وخدمتهم لدينهم ووطنهم في صمت ونكران ذات، وتواضعهم الجم وعلو مقامهم وعلو كعبهم وطول باعهم في الدين المتين والعلم الرصين والسلوك القويم. فهم فلهم جميعا مني ومنا جميعا من حضر منهم ومن لم يحضر تحية مودة خالصة وتحية إعجاب وانبهار وإكبار. كلل الله أعمالنا بالنجاح والتوفيق، وهدانا وإياكم لسلوك أقوام طريق في ظل القيادة الرشيدة والسياسة السديدة لعاهدنا المحبوب المولى الملك الموهوب أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أعز الله أمره وأدام نصره وأقر عينه بحفظ ولي العهد وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن وأخي مولاي رشيد وكافة الأسرة العلوية الشريفة، وتغمد الله بواسع رحمته مولانا الحسن الثاني مولانا أحمد الخامس، إنه على ذلك قدير. وإنني إذ في الحديث فإن لي في تشعب جوانب هذه الشخصية التي نجتمع اليوم في محرابها ما يشفع بالقدر الذي يجعلني مطمئنا راضيا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.